أن يصلي الركعتين سنة الطواف. Après avoir prié les deux rakat du tawaf, يتجه إلى الصفا. La personne se dirige vers الصفا. يشرع له عندما يمشي ويدنو من الصفا أن يقول هذه الآية. Il lui est légiféré lorsqu'il va, la personne va vers الصفا, de dire. إن الصفا والمروة من شعائر الله. Il est sunnah de dire إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا. ومن تطوع خيرا. فإن الله شاكر عليم. فإن الله شاكر عليم.